بجد جميل جدا جدا جدا. مهاب حالة طفل عنده 12 سنة، ولد صغير عنده 12 سنة قرر يطلع من بيته. وخدوا بالكم المشوار، يعني اللي ما يعرفوش المسافة بين صفت اللبن والتجمع مسافة كبيرة جدا، بالذات على دي كبيرة جدا على واحد كبير يعني. فبال حضرتكم بطفل عنده 12 سنة قرر ان هو يخرج لوحده، بالتأكيد مش ممكن يحصل الا ما يكون في حالة، يعني مش حالة حب بقى، دي حالة عيش حقيقية، عشان يقرر ياخد المشوار ده كله وهو مش عارف الطريق ومحضرش أي ماتش قبل كده، ويحضر ماتش للنادي الأهلي في مباراة أسوان الأخيرة. بالتأكيد نموذج يعني حقيقي، مش قادر أقول حاجة تعبر عن حب ولد زي ده للنادي الأهلي، وهي دي جماهير النادي الأهلي اللي بيكسبها الحقيقة. كل إنجاز، كل بطولة، كل لحظة حلوة عاشها جماهير النادي الأهلي كسبته أرضية جديدة وشعبية جديدة. بس انا ليه اعتاب الحقيقه، بدايه على البيت اللي يسمحوا الولد زي ده ان هو يمشي او يخرج في مشوار زي ده لوحده، وليه اعتاب كمان على مهاب. يعني انا مقدر تماما تماما حاله الحب دي للنادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي ولايمن اشرف تحديدا، اللي عارف ان هو يمكن كمان اتصور معاك وقالك كلمه وقالك عايزك اشوفك في النادي. بس ما ينفعش تدخل مكان مش مسموح لك انك انت تدخله، ما ينفعش تنط سور، ما ينفعش تتجاوز اي نقطه امن، ده ممكن يكون بيمثل في النهايه برضو خطوره على حياتك. ودي طبعا رساله مش بس المهاب، دي لاولادنا كلهم وشبابنا الصغير كلهم اللي بيحبوا وبيشجعوا النادي الاهلي. عجبك مهاب؟ سوى لقطه بصراحه. مهاب حاجه جميله جدا، وبين لك كاتب على دراعه تاريخ. بص اللي بيحبوا النادي الاهلي مش لازم، مش مرتبطين باعمار، مش مرتبطين بحاله، مش مرتبطين بحاله معنويه او ماديه او يعني الحب، حب النادي الاهلي يا جماعه يعني الناس في الشارع تعرف يعني ايه النادي الاهلي، انما حاله زي دي تبسطك وانت بتتفرج عليها وبتسمع كلامه، انما تتعبك نفسيا. تتعبك نفسيا في السماح ليه ان هو يخرج. واقول لك انا سالت اهلي قالوا لي اركب من هنا لحد السيده عائشه، ومن السيده عائشه اركب لبيتروسبورغ. طب كان هيرجع ازاي لو ما كانش اتوبيس النادي الاهلي خده؟ ما فيش مواصلات في الحته دي خالص بتاتا، وعشان يقدر يرجع من هناك مثلا عايز تاكسي، واحد زي ده هيبقى هيتعامل ازاي؟ يعني طبعا في لقطه رحمه وحنيه من اتوبيس النادي الاهلي اي حد خده، ولكن القصه بعد التهور اللي هو عمله نقطة مهمة جدا للأمن، ازاي يسمحوا بدخول واحد زي ده، لأن مشكلة كبيرة ممكن تحصل. واحد زي ده لو تاه مين الـ أو لا قدر الله وهو بينط سور ولا حاجة تعور ولا اتصاب ولا أي حصل له بعد شر، فطبعا الموضوع صعب جدا، صعب من الأهل إنهم وافقوا حاجة زي كده. هو بيبين لك حالة العشق والحب والغرام والهيام للعيبة النادي الأهلي. 12 سنة ده صغير برضه، لسه ما شافش كتير، ما شافش كتير دوت. أيوة تلاقيه بس يا دوبك القاضية والبطولة اللي فاتت بس يعني، والدوري اللي فات. قال لك أي مشجع أهلاوي عمره أقل من سنة خد 2 دوري ابطال وخد برونزيه عالم وخد سوبر افريقيا وخد دوري بتولد. وخد كاس اللي لسه ما ده لسه اللي بيرضعوا الاهلي هم اول ما بينزلوا بيلبسوهم النادي الاهلي. فطبعا يعني ربنا يكرمه ويوفقه ويا رب يحقق له امنيته. يا رب يا رب. بس طيب. الدنيا خطر. نرجع للمشوار. 8 ماتشات في 24 يوم. تمام. منهم ماتشات انا في يعني في تقديري طبعا كل الثمان ماتشات اللي جايين صعبين. تمام. يعني سواء كنت بتلعب مع